هذه المسابقة مخصصة للأفراس من عمر 7 حتى 10 سنوات. This is a competition for mares age 7 to 10 years only. 7 to 10 years. نستعد الآن لدخول أول أفراس رقم 167. 167, be ready please to come inside the arena.
بسم الله الرحمن الرحيم مع أولى النتائج لهذه الفئة. والفرس رقم 167 سدرة الكويت للمالك السيد خالد وليد الجار الله والمربي مربط الكويت للخيل العربية الأصيلة، وقد حصلت للهوية العربية 18.5 من 6 حكام، والحكم إي أعطاها 19. الرأس 18.5 مرة أخرى من 6 حكام، ومرة أخرى الحكم إي أعطاها 19. العنق 18.5 من 3 حكام وثلاث حكام 19 عفوا 18.5 من 4 حكام وثلاث حكام 19. الجسم 17.5 من 3 حكام وأربع حكام 18 درجة. القوائم 15.5 من 6 حكام والحكم إي أعطاها 15 درجة. أخيرا الحركة 19 من 3 حكام، حكمين 18.5 وحكمين 19.5 الدرجة، المجموعة 90.36. 90.36 the total score for number 167. ومع نتيجة الفرس رقم 168 لين الكويت للمالك مربط المنتهى للخيل العربية والمربي مركز الكويت للخيل العربية، وحصلت على نتيجة ممتازة. ففي الهوية العربية حصلت على 19 من 3 حكام وأربع حكام 19.5. أما الرأس ف 19 من حكمان وخمسة حكام 19.5، يا سلام. العنق 19 من 6 حكام و 18.5 من حكم. الجسم 18 من كل المحكمين، كل حكم أعطاها 18. القوائم 15.5 من 6 حكام وحكم دي أعطاها 16. الحركة 19 من خمسة حكام، حكم أعطاه 18.5 والحكم إي أعطاه 19.5 الدرجة، المجموع هو 92.50 لكويت.
وجاءت نتيجة الفرس رقم 170 الزاجلة المرسلة للمالك السيد أحمد لمطيري والمربي مربط المرسلة. وجاءت النتيجة على النحو التالي: الهوية العربية 19.5 من 3 حكام، 16.5 من حكمين وحكم أعطى 18. الرأس 18.5 من 3 حكام، 19 من حكمين وحكم أعطاها 18. أما العنق ف 19.5 من 3 حكام. الجسم 17.5 من جميع الحكام، كل حكم أعطاها 17.5 درجة. القوائم ف 15.5 من 3 حكام، حكمين 15 وحكم 14، حكمين 14.5 الدرجة. الحركة كانت جيدة 19.5 20، 19.5 19 و19.5 الدرجة، مجموعة 90.57 90.574170. ومع نتيجة الفرس رقم 173 بشاير للناصيات للمالك السيد هاني مهنا الرشيدي، والمربي هو هاني مهنا الرشيدي. كذلك النتيجة جيدة جدا في الفصيلة، حصلت على 19 من 3 حكام و19.5 من الحكم دي. الرأس 19 من 4 حكام، 18.5 من حكمين، والحكم دي أعطى 19.5 الدرجة. العنق ف 19 من 4 حكام، حكمين 18.5 وحكم 18. الجسم ف 18 من 6 حكام، والحكم اي أعطى 18.5 الدرجة. القوائم ف 15.5 من 4 حكام و3 حكام 15. أخيرا الحركة 18.5، 19 من 4 حكام وحكمين 19.5 الدرجة، المجموع 91.21 91.21 total score for 173. ما زالت الفرس رقم 168 لين الكويت في الصدارة ب 92.50.
ونتيجة الفرس رقم 172 سحر الجنان للمالك السيد. للمالك السيد عبد العال الجناعي وهو المربي كذلك، وحصل على النتيجة التالية للفصيلة 18.5 من أربع حكام، حكم 19، حكمين 19 وحكم 18، أما الرأس ف 18.5 من أربع حكام، 19 حكمين وحكم 18 درجة. العنق 18.5 من 6 حكام وحكم أعطاها 19. الجسم 17.5 من أربع حكام وحكمين 17 وحكم 18 درجة. القوائم ف 15 من 4 حكام و 15.5 من 3 حكام. أخيرا الحركة كانت 19 من 3 حكام، 19.5 من حكمين و 18.5 من حكمين، مجموعة 89.93. total score for number 172. وجاءت نتيجة الفرس رقم 175 فداء الراية للمالك السيد علاء حمد الرومي وهو المربي كذلك، نتيجة جيد جدا. فللهوية العربية 19 من 6 حكام، والحكم بي أعطاها 19.5 الدرجة. الرأس 19 من 5 حكام وحكمين، حكم سي والحكم جي 19.5. العنق 18.5 من 5 حكام، والحكم سي والحكم بي أعطاه 19. الجسم 17.5 من 3 حكام، 3 حكام 18 والحكم بي 18.5 الدرجة. القوائم 15.5 من 4 حكام و 3 حكام 15. أخيرا الحركة كانت 19 من 4 حكام و 3 حكام 18.5 درجة. المجموع 91.14. total score for 175 فداء الراية.
ونتيجة الفرس رقم 174 غزالة الشاجر لسعادة الشيخ علي ناصر العلي الصباح وهو المربي بنتيجة جيدة. فالفصيلة حصلت على 18.5 من حكمان على ثلاث حكام، ثلاث حكام أعطاها 19 وحكم الحكم A أعطاها 19.5 الدرجة. الرأس 19 من أربعة حكام وثلاث حكام أعطوها 18.5 الدرجة. العنق 19 من حكمان 18.5 من أربع حكام وحكم أعطاها 18. الجسم 18 من أربع حكام وثلاث حكام 18.5 الدرجة. القوائم ف15.5 من كل الحكام، كل حكم أعطاها 15.5 الدرجة. الحركة جيدة جدا، 18.5 حكمان، 18 حكم وأربعة حكام، 19.5 المجموع، 91.29 91.29 total score for number 174 غزالة الشاجر. وجاءت نتيجة الفرس رقم 176 ليان الشاجر للمالك السيد بدر توفيق. This program is offered by للمالك السيد بدر توفيق البغلي والمربي الشيخ علي ناصر الصباح. جاءت النتيجة على النحو التالي: الهوية العربية 18.5 من ثلاث حكام، 19 من ثلاث حكام و18 من الحكم دي. أما الرأس ف 17.5 18.5 من خمسة حكام و18. العنق ف 18 من حكم، 18.5 من أربع حكام، 19 من حكمان. الجسم 18 من ستة حكام وآخر الحكام أعطاها 18.5 الدرجة. القوائم ف 15.5 من أربعة حكام وثلاث حكام 15. الحركة كانت 18.5 من أربعة حكام، حكمان 19 وحكم 18 درجة، المجموع 90.21 90.21 is for number 176. Martin, can you stay, Martin? We have one missed score. We need to correct it, please. ننتظر الآن النتيجة النهائية. أحد الحكام. This program is offered by.
وآخر النتائج، نتائج الفرس رقم 177 نجمة أصلان يا المالك السيد أحسان أصلان والمربي أحسان أصلان بنتيجة عالية جدا. يا سلام. فالفصيلة الهوية العربية حكم 19 وستة حكام 19 ونص لكل واحد، الرأس 19 حكمان و 19 ونص من خمسة حكام. يا سلام. العنق 18 ونص من حكم وستة حكام كل واحد 19. الجسم 18 ونص من ثلاث حكام وأربع حكام وثلاث حكام 18. أما القوائم ف 15 ونص من ستة حكام والحكم جي أعطاها 15. أخيرا الحركة كانت 19 من أربعة حكام و 19 ونص من ثلاث حكام، مجموعه 93.07 93.07 total score for 177 نجمة أصلان والمركز الأول. وجاءت النتائج كما تشاهدونها على الشاشة الكبيرة في المركز الأول 177 into first place نجمة أصلان 93.07. يا سلام. المركز الثاني 168 لينة الكويت 92.50. المركز الثالث third place 174 غزالة الشاجر 91.29. المركز الرابع 173 بشاير الناصيات 91.21. والمركز الخامس 175.175 فيدا الراية ب 91.14. الرجاء من الخمسة الفائزين الدخول للساحة لاستلام الجوائز، ويتفضل السيد ناصر الغيث عضو اللجنة المنظمة للبطولة مشكورا بتقديم الجوائز على الفائزين. ألف ألف مبروك للفائزين بالمراكز الخمسة الأوائل وسيما المركز الأول والثاني لتأهلهم لبطولة بطلة الأبطال غدا بمشيئة الله تعالى. ألف مبروك للسيد أحسان أصلان الكويت حصول فرسه نجمة أصلان على المركز الأول. ألف مبروك للخمسة الفائزين مرة أخرى، ونتمنى حضوركم غدا بمشيئة الله تعالى، خصوصا البطولات النهائية بطلات وأبطال الأبطال في نهاية هذه البطولة. لا يسعني اللي نتخدم بشوليزير لكل من ساهم في نجاح البطولة. على اللقاء غدا بكم مشيئة الله تعالى. محدثكم من مملكة البحرين سامي غزوان، تصبحون على خير.